وفي كلمتها خلال المنتدى الاقتصادي المصري التونسي، أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الدقيق والاستثنائي لم يترك خيارا سوى توحيد الجهود والعمل معا يدا بيد من أجل مزيد من تعزيز التعاون القائم بين مصر وتونس. الاقتصادي والاجتماعي الدقيق والاستثنائي الذي نمر به في المرحلة الراهنة، والذي تأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا فضلاً على تداعيات الأوضاع الجيوسياسية العالمية، لم يترك لنا خياراً سوى توحيد جهودنا والعمل سوياً يداً بيد من أجل مزيد تعزيز التعاون القائم بين بلدينا وشعبينا لما فيه خيرهما ومنفعتهما المشتركة، خصوصاً وأن الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية التونسية المصرية يعتبر من أفضل الأطر التي أبرمها بلدانا